إبداع الحفاظ على البيئة ما كيطلبوش وسائل كبيرة. صيحات الديكور ديال اليوم غادي نتعرفوا على لي ديزاينر اللي تبنوا مقاربة بيئية باش يشجعوا الإبداع بمواد بسيطة بحال البلاستيك والملابس المستعملة لتأسيس البيوت وتزيينها. بالنسبة لإعادة تدوير النفايات اللي هو كرياتيف، المنهجية اللي حنايا تبنيناها كانت واحد المنهجية إن صح التعبير، منهجية أو مقاربة تشاركية. أماكن فريدة غادي نكتشفوا من خلالها اليوم شقة أجماغين الفاخرة اللي اعتمدت في الديكور على الخشب أسلوب عصري وراقي مع لمسة أمازيغية وأشكال هندسية رافعة. حنا دابا كنتواجدوا في واحد البارتمان ثلاثة البيوت وصالون. هاد لا بارتي هادي ديال الصالون هي لو كوان فول. فقرة بورتري هاد الأسبوع غادي نرافقوا المهندسة المعمارية الشابة سكينة هاشم اللي اختارت مجال الديزاين باش تعبر على المواهب ديالها الفنية، وهي كتفضل تشتغل على مادة الخشب اللي كتخرج منها تحف فنية وأشكال هندسية مبتكرة. جينيرالمون ملي كنسافر وكنرجع كيكون عندي واحد لافالونش ديال لي زيدي والناس اللي تلاقيت معاهم، وملي كتمشي من بلادك وكترجع مختلف وكتشوف بلادك مختلفة. كاين هاد لابارتي وكاين اوسي ناس اللي كنتلاقى معاهم، والانسان دو توت لي فاسون بالنسبه ليا سي سورس دانسبيراسيون واعره بزاف. إعادة تدوير النفايات موضوع جد مهم في العالم وخصوصا في المغرب. كلنا فهمنا بالضرورة ديال الحماية على البيئة. اليوم غادي نشوفوا بأن إعادة التدوير ممكن يكون كرياتيف ونخرجوا منتوجات عجيبة مصنوعة باليد. بالنسبة لإعادة تدوير النفايات اللي هو كرياتيف، المنهجية اللي حنايا تبنيناها كانت واحد المنهجية إن صح التعبير، منهجية أو مقاربة تشاركية. كيفاش؟ خدمنا مع ناس مصممين او لا دي ديزاينر. هاد الناس هادو جاو درنا معاهم وكلاء ديال الجمع، وكلاء اعاده تدوير النفايات وكلاء البيئه، هما هاد الناس بركنا معاهم كاملين واستفدنا من الدورات التكوينيه. الو الحاجه اللي مهمه هي ان ما كانش غير الواقع ولا الاثر ديال هاد لي ديزاينر باش تولي عندنا ويولي عندنا واحد المنتوج اللي هو معاد استعماله ايضا كرياتيف. الحاجه اللي كانت مزيانه هو ان هاد الوكلاء هادو تبناو هاد المقاربه هادي، ومن بعد حتى هما كنخليوهم مع الاستاذ ديالهم مع المسؤول ديال كل ورشه، كنخليوهم على حسب هما شنو غادي ينتجوا. الحويجات اللي كنعاودو نستعملو نهضروا على الورق اللي كيطر متى هو تنعاودو نستعملو، اللي كنجيبو من عند الشركات اللي سالوا وصافي خدموا به الى اخره. حنا كنعاودو نجمعو داك الشيء. كاين عندنا حتى مثلا دوك الملابس الباليه او لا شي حويجات بقاو لينا الى اخره، حتى هما كنعاودو نستعملوهم. كاين واحد المنتوج اللي هو مهم دابا اللي كنهضروا عليه هو اعاده استعمال البلاستيك. ما ننساش الكرتون، حتى هو يعاد تدويره انطلاقا من الورشات اللي عندنا. حنا دابا لحد الان لونسينا او بدينا بجوج الورشات اللي هي فن النسيج التقليدي وايضا التصميم البلاستيكي. جميع اشكال البلاستيك يمكن الاصلاح في اعاده التدوير، مثلا كغلاقات زجاجات. حنا في لاتوليي ديزاين بلاستيك ديال غوسورسين، وهنايا دونك ابخي ما كنتوصلوا بالماده الاوليه اللي كتكون على شكل دي بوشون ديال القراعي ولا دي بلاستيك دو تو تيب اللي كيكون عند الناس في الديور ديالهم ولا عند الشركات، دونك كنطحنوه كيكون عندنا بلاستيك بغوايي، وهذا البلاستيك بغوايي هو اللي غادي نستعملوه في لي ديفيرونت ماشين اللي عندنا. دونك دابا نقدروا نشوفوا لي طابوغي باغ اكزومبل كيفاش كنصايبوهم. السي رضوان دابا اللي كيحاول يقوم به هو انه كيأجوستي كيوجد هاد الالوان كلهم، دونك هذا هو التحت اللي هنايا. كما كتلاحظوا هذا فران تراديسيونيل ديال لا كويزين، ولكن اللي تزادت عليه بارتي الكترونيك، وهذه سي مول ديال لا كويزين تاهو تراديسيونيل اللي حنا كنحاولوا نديروا شويه ديال الابداع، وان بديز اوسي بوسائل اللي هما تقليديين كانوا كيستعملوا الحوايج اخرين، اليوم كنصايبوا بهم مثلا دي طابوغي. دونك اون فوا كيوجد هاد لافاس هادي اللي عنده، بيان سور خص بحال نيمبورت كال اي كيك خصو يطيب، دونك غادي يمشي يفيريفي لا تمبيراتور. التمبيراتور على حسب كل نوع ديال البلاستيك. دونك دابا مثلا حنا في الاتش دي بي او، دونك لا تمبيراتور هي 175،
دونك غادي يغلي لا تمبيراتور ديالو ومن بعد غادي يدير هذا في الفور ويخليه المده اللي كتلزمو باش انه يوجد. بالنسبه للورشه ديال فن النسيج التقليدي كنتجو فيها مجموعه من المنتجات اللي هي عباره قد تكون ساكادو نوتر برودوي فا بورتموني بزيت مات وكاين حتى لي كوسان وحتى دوك لي غون ساك ولا لي كابا. دونك هادو هما المنتوجات اللي كنستعملوها. الطريقه ديال الانتاج كيفاش دايره؟ دونك بالنسبه للوكيلات اللي خدامين معنا في هذه الورشه هذه كيخدموا بواحد لا ماشين سميتها او لواحد الاله سميتها ميتي ار تي سي اللي هو اللي كنصاوبو به بحال دابا هذا دابا غادي يكون كوسان من بعد اللي فيه البلاستيك والكرافت وفيه حتى داك لومبالاج ديال الالات اللي كنعاودو نستعملو ملي كنحيدو الكرتون كتكون واحد الماده حتى هي كنعاودو نستعملوها. كنا عارفين بان اعاده التدوير هي حمايه لعالمنا ودابا تعلمنا بان الكلو يكون ايضا وسيله باش نخترعوا اثاث واكسسوارات اوريجينال لمنزلنا. اذا من بعد ما كنحصلوا ملي كنخرجوا من لوفور هاد لي طوب ديال لي طابوري دونك كنحصلوا عليهم على شكل اجوستمون ديال الالوان اللي حنايا اختارينا ولا على حسب الزبون شنو اختار كنجيو من بعد بقينا غير نديروا لاسامبلاج. لاسامبلاج يعني التركيب ديال الحديد لانه هو المعدن اللي اكثر صلابه واللي في الثمن ديالو يعني اكسيسيبل دونك كنديروا الزواقه اللي بغينا هنايا وكنفيكسيو افيك دي فيس من تحت وكيبقى لو طابوري الى غوش. السلام عليكم. حنا دابا كنتواجدوا في واحد البارتمان ثلاثه البيوت وصالون. هاد لا بارتي هادي ديال الصالون هي لو كوان فو لا بارتي برينسيبال ديال البارتمان. وهنا كيف شفتوا كنلقى واحد الشيميني وواحد المور كبير ديال بيبيوتيك وابيي اون بوا او بيتون سيري وفيه واحد لو بابي بان كي رابيل شويه داك ليسبري روستيك ديال لابارتمان اللي كنقلبوا عليه. او نيفو دي كولور هنايا كنلقاو بلي اوني دون لي طون شالورو لي كانابي سون سامبل ايبوري افيك دي توش دو كولور فلاش اللي كيخرجوا الموبيليي وكيخرجوا لو ستيل ديال البارتمان اللي بغينا نبينو. او نيفو دي كوسان كنلقاو بلي حنايا مشينا لا توش امازيغيا لا توش بلدية شوية روستيك على فوا اثنيك. في الموبيليي كنلقاو عاوتاني لا توش ان بو مودرن ديال لا طابل باس ديال الطبلة اللي تما بين لي دو كانابي وهاد لو فوتوي اللي كتشوفو هنايا رون افيك لا توش ديال توجور لي ميم كوسان لي ميم لو ميم ستيل اميزيري و اثنيك. بارابور لي سوسبونسيون عاوتاني كنلقاو دي سوسبونسيون بروت le style très simple. On a d'abord une place à la manger, la partie qui est en face de la salon coiffeur que j'ai vu là. دونك كي شفتو كاينه الطبله ديال الماكله كبيره ديال ستات الكراسه لا طابل كتبقى في ليطا ناتوريل اللي هو الخشب مع شويه ديال الميتال. كيف شفتو مورايا كاين لو كلوسترا اجوري اللي كيفرق بين الدخله ديال الدار والصالون. دونك كاين هو كيبقى في لو حتى هو في لو ميم اسبري روستيك واثنيك باش نقدو نشوفو شنو كاين اترافير الدار. En face, la hête en face, quand on oublie le buffet qui est belle la salle à manger, le miroir le focal qui est chauffé avec la touche métallique dorée, l'équilibre la profondeur de la salle à manger, quand on des touches décoratives, les lianes qui sont chauffées ici, ou lampadaire qui est le tronc d'arbre qui est le même esprit rustique ou ethnique. Donc, on
دابا كاينين في الصالون المغربي ديال الدار اللي هو كيبقى avec une touche moderne. Donc عندنا كيف شفتوا اختارينا ان كانابي très simple et épuré une couleur neutre اللي هو البيج ولعبنا بالخدادين اللي هما في لو ستايل كيف شفنا قبل امازيغ واثنيك دونك سي دي كولور شود اللي كيخرجوا لا بارتي صالون ولا بارتي بلديه ديال الصالون وايضا عندنا طابلوات اللي هما في ان ستايل ابستري اللي كيخرجوا عاوتاني حتى هما لو ميم ستايل ديال لي كولور عندنا aussi la table basse qui elle rejoint aussi donc le style rustique qui est dans le dar donc c'est une table en bois flotté avec ou des pieds d'hdid métallique noir عندنا aussi la table d'appoint qui elle rejoint le bout du canapé il faut qu'on a un abat-jour avec des troncs d'arbres flottés qui intermine le style du dar. دابا في الدخله ديال الدار الحيط اللي متواجد انفاس مع الباب هو الحيط اللي كيبين الدخله واللي كنلقاو كيف ديما هاد لا كونسول افيك ليسبري مودرن بالحديد وبالخشب اللي كاين في كاع الدار ان طابلو ابستري اللي كيرفليتي لامبيونس وبيان سور لا توش فيجيتال ديال الدار وهنا كنلقاو بلي عندنا سيستيم دوموتيك اللي هو كيتحكم على l'intelligence de l'état, les hauts d'eau, ridouettes ou la clim. Le plan de travail, il est en train de granit bit, qui est sur le plan, ou de pour le mobilier, on a mis le plan pour qu'il nous ait le tissu pour circuler dans la cuisine. On a l'équipement développé, on a les plaques, la haute ou le ferran. Les matériaux, on a obtenu le laqué ou bien sûr le bois qui est reflété dans la cuisine. On a d'abord le bit ici à Djeldar, donc on a un dressing et on a un grand hammam qui est dans la chambre. Donc le hammam est caractérisé par un revêtement de l'hajar, de l'effet pierre, qui est dans la chambre comme dans l'art. On a une grande douche à l'italienne, qui est une grande partie du hammam. Pour le sanitaire, on a un sanitaire moderne, qui est suspendu ou bien sûr qui n'est pas très épuré. دونك فاش كندخلوا للبيت كنلقاو اول حاجه كتبان لينا هو هذا لو مور الكبير اللي ابيي بلو كوير دونك كنلقاو ديما دوك لي فورم جيومتريك وداك لي كولور كي فون ريسورتير لو ستايل اثنيك دونك في الموبيليي كنلقاو لا تيت دو لي و لي طابل باس لي طابل دو نوي اللي كيكونوا بلو بوا ناتوريل عندنا aussi le meuble télé كنخلطوا بين لي دو كولور بوا و بيج pour rester très neutre. عندنا لا ميريديان aussi qui est très moderne. و bien sûr pour la touche métallique, كنلقاو لي ميروار qui sont très carrés et très rectangulaires. حنا دابا في البيت الصغير ديال الدراري الصغار. دونك هي البيت الثالثة ديال الدار. كنلقاو فيها ان ستايل تري شيك بالالوان بيض والكحل دونك كنبقاو تري صوبر لابياج عندنا ابياج بابي بان بي دو بول كي كنا بالالوان اللي اختارينا للبيت بو ريستي اوسي في لو ستايل ديال الدار اختارينا دي تيت دو لي كلوتي في الجناب باش نبقاو في لو كوتي روستيك ديال الدار بيان سور كنلقاو ديما ليليمون بوا في البيت اللي هو هاد الماب اللي كتشوفوا هنا مع لي دو بون ديال كل ناموسيه باش نبقاو في ليسبري مودرن دونك كنلقاو لي زيليمون ديكو اللي كيفكرونا ديما في ليسبري انفونتان ديال البيت حنا دابا في البيت ديال الضياف اللي هو البيت الثاني ديال البارتمان
كيف كتشوفوا عندنا في بيان سور كنبقاو ديما في لو بوا عندنا على اون غران تيت دو لي اللي واخده الحيط توتو بوا باش نبقاو في ليسبري ديال البارتما ديالنا دونك عندنا لي طابل دو شفي اللي هما سوسبوندو لي لاسكرين في لا تيت دو لي عندنا توت ان فاس لا كومود اون بوا روستيك افيك ان بان ديال لوفي. Bien sûr, pour rester le thème, donc les suspensions luminaires, les formes géométriques, avec un style de coussin ethnique et traditionnel. هادي 10 سنين وانا كنمارس المهنه ديال الديزاين وماشي غير ديزاين ديال الهندسه المعماريه ولكن ديزاين غرافيك ديزاين تكستيل ديزاين ديال الاثاث ديزاين انتر ديسيبلينير تخرجت من الهندسه المعماريه في 2009 وخدمت ان فريلانس تعلمت ديزاين جرافيك مع الناس كانوا ان اوتوديداكت ان فيت فيا انترنت ومع الناس اللي علموني تعلمت ديزاين تكستيل اوسي في واحد المدرسه عامين من بعد ما كنت ان فريلانس جي لانسي مون اجونس ان 2012 دونك هذه 5 سنين بديت بان اجونس ديال ديزاين دانتيريور حيت كان داكشي اللي كنعرف ندير ومن بعد حليتها الديزاين جرافيك donc et le design événementiel et où l'être une agence de global design Shape. Chaque lié à l'agence que j'ai créée en 2012, Sharika Diali, l'Ilium Hamdoullah Indah Nesnin ou Khdamin Fira Stadial Mess, c'est une agence de global design. Et de conseils stratégiques en global design. Yani, ماشي غير كنعطيو le service ديال la création ou la conception des espaces ou le branding visuel ou le design événementiel. كنفكروا في كاع داك le branding en amont. Il y a toute une partie de la réflexion ou la stratégie autour du design. On réalise avec le design, donc on accompagne les sociétés, que ce soit des startups ou des sociétés les marofines. On les accompagne sur le chemin du design d'elles, ou qui fait qu'ils vont s'exprimer avec les clients d'elles. Sur le chemin de l'accompagnement d'elles, comme d'abord le branding visuel, ou le branding visuel qui coûte même l'élaboration de l'identité visuelle de la charika ou de la nationalité maintenant. Le packaging, la communication visuelle à travers les brochures, les cartes visites, les papiers en tête, etc. Donc c'est tout le panel print et dessin ou la graphic design. بالنسبه ليا الديزاين ماشي كيدور على التجميل ولا على الاستيتيك ولا على شي حاجه خصها تكون زوينه. ديزاين شي حاجه كنفكروا فيها من قبل وكنبنيو ليها وكنبنيو ليها كيفاش كتكون دايره على الانسان هيومن سنترد ديزاين. ولا بد خص الانسان يكون في لو سنتر ديال التفكير ديالنا وكيفاش كنفكروا في هذا الانسان كنفكروا في التجربه اللي غدير هذا الانسان بهذاك لوبجي ولا هذاك هذاك لا بروشور اللي غادي يشوف ولا لو لوغو ولا هذاك الكرسي اللي غادي يجلس عليه كنفكروا او دولا دو ليستيتيك كنخدم بزاف بالعود كيعجبني نخدم بالعود حيت العود ماتيغ حيه و لي بوسيبيليتي ديالها كبار كثر بزاف و تعجبني نخدم بالغماج ديال العود كل مره ديبندامون د هذيك الشجره كيفاش كبرات واش من شجره واش من انفيرونمون كبرات وبحال كتشوف في الداخل ديالها وكتلعب بهذاك لي تيكستور بالرسم اللي كيكون في الداخل ديال الشجره وكتعاود تخادوزي في الانتيريور ديالك خمس سنين هادي وانا كنحاول يكون عندي امباكت بوزيتيف في الخدمه ديالي سور لانفيرونمون و صعيب بزاف
صعيب بزاف فيزافي الكليان اللي ديما كيبغي شي حاجه جديده وشي حاجه ما كايناش في السوق، ولكن كاين واحد الخدمه كبيره ديال لا سنسيبيليزاسيون ليستوار ديالها وحتى الشكل ديالها وداكشي اللي الديغاج حتى هو عنده اون كاليتي استيتيك. الفينومين ديال الاحتباس الحراري كيمسنا كلنا، والمسؤوليه ديالنا طونك ديزاينر هي ناخذو ان كونسيديراسيون شنو كيطرا في الكوكب ديالنا، في لا بلانيت ديالنا. دونك منين جا هاد لو موفمون ديال ريسيكلاج ريسيكلار ولا ليكو ديزاين، من ان ديزاينر عنده مسؤوليه، ديزاينر هو اللي كي فابريكي ولا كي هو اللي كيفكر في لي زوبجي اللي غنستعملوهم في الفيتشر من هنا لخمس سنين ست سنين، حنا اللي كنفكروا الطريقه ديال العيش ديال الناس ايتترا. اللي كنبغي نعبرو اون جينيرال كيكون يديبوند دو لانفيرونمون اي دو كونتكست ديال لا كرياسيون، ولكن اون جينيرال لي كرياسيون ديالي ولا ديالنا كنبغي يكونوا فاسيلمون اكسيسيبل، مفهومين، ماشي شي حاجه معقده ولا ماشي اكسيسيبل للسيد ولا السيده اللي غادي تستعملها، تكون شي حاجه اللي غادي تيفولويا مع الناس اللي غيستعملوها، ماشي غادي نستعملوها مره جوج ثلاثه وما نبقاوش انتيراجيو معها والناس كي ايفولويو ولا بيس ما كتيفولويش معاهم. كونسلتي من طرف واحد المكتبه من ليبريري اللي عندها 30 عام دابا وباغا تعاود تبوزيشيونا، وحنا دابا اون لاكومباني في ريبوزيشيونمون ديالها في البراندينغ ديالها، كنعاودو لها لو لوغو كاع ليدنتيتي فيزوال كاع لا كوميونيكاسيون فيزوال حتى هي استراتيجيك. خدامين اوسي على واحد لو بلاطو بيرو ديال تقريبا واحد 150 متر كاري ديال اون اجونس دو كونساي، و خدامين على دي بريزونطوار ديكسبوزيسيون ديال واحد الشركه من دبي اللي غادي نانستاليو ليها هاد لي بريزونطوار هنا في المغرب اون بليزيور فيل. جينيرالمون ملي كنسافر و كنرجع كيكون عندي واحد لافالونش ديال لي زيدي و الناس اللي تلاقيت معاهم، و ملي كتمشي من بلادك وكترجع مختلف وكتشوف بلادك مختلفة. كاينه هاد لا بارتي، وكاين اوسي ناس اللي كنتلاقى معاهم، والانسان دو توت لي فاسون بالنسبه ليا سي اون سورس دانسبيراسيون واعره بزاف. الكرياسيون اللي عجبتنا واللي كنا فريمون اون سي اموزي فيها هي لو كونتينر موبيل ديال ماكدونالد، كونتينر اللور ديال الرموك اللي حنايا اون ا روديزايني وفكرنا بانه كيتحل وتقدر تدخل ليه. دونك عندك جوج ديال لي اسكالي اسكاموتابل كيهبطوا كتاكسيدي لا رموك، و اون ا في دو هاديك لا رموك ان اسباس ديكسبوزيسيون ديكسبيريونس دو كوميونيكاسيون ديال ماكدو اللي كنا استعملناها ثلاثة د المرات بانون ثلاث سنين. لي فيتور بروجي ديالي بيرسونيلمون هما انني غادي نشارك في ليكسبوزيسيون ديال لا غاليري اش لهاد العام 2016-2017 اي لا غاليري اش ديال اول ماركوم، دونك غنشارك في العرض ديالهم. اي لي بروجي ديال شيب هو باننا غادي يكون عندنا ان شاء الله ا بارتير دو موا دو سبتمبر ان بلوغ اللي غادي نعاودو فيه وغادي نفسرو فيه كاع لي زيتاب ديال لا كرياسيون اي لي بروسيسوس دو كرياسيون ديالنا. ما اذا قبل ما ترسمها كتفكر في كاع هادشي اللي قلت زعما شكون كيفاش امتى، ومن بعد كتبدا ترسمها على حساب هذيك لوتيليزاسيون. كاع ديك لا ريفليكسيون كتعطيك بحال كتعصر هذيك لا ريفليكسيون كتعطيك واحد لو جو اللي لا باز ديال لا ريفليكسيون ديالك.